هنا القاهرة. فانوس رمضان بالزنة بالزنة. مين فيكم لعبش زمان مع أصحابه في شهر رمضان بفانوس رمضان؟ مين فيكم قدر ينسى ذكريات شهر رمضان مع أصحابه وألحانه الجميلة؟ وحاوي وحاوي وحاوينا الضرجة يا رمضان وحاوي وحاوي. روح نادي لأخوك واختك وجيرانك وولاد خالتك وتعالوا تعالوا خدوا الفوانيس. بلاش فازق وبلاش تفسير وبلاش تفسير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. دي نصيبت ايدي وبعد الايام يا حبايب وهو كل عام يا حبايب النار دايما ونفرش ان شاء الله ما حد حول. فوانيس رمضان مليان دكان يلا يا بنات. الله 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 الله. وانا جاية بغني وبعدنا خسر على قولي وحاولي وكمان وحاولي. واعطف على عبد الفقير ربك في لحظة يزوده. الناس شايفاك بألوان بألوان معانا عادل إمام ولابس بدلة بدلة بيضة ملونة أبيض وجاي أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. فوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. معذور يا اخوات انا صايم. وانت تكون مين؟ هو انت لوحدك؟ طب ما احنا كلنا صايمين. يا الخطبة ابنائي الاعزاء جاهز يلا بني حطوطة دلوقتي معادي الفزورة وحتفش برجلك اي مين. افرحوا يا بلدي يلا وهيتوا رمضان ابو نور فوانيسه. تشوفك نور تقولي ايش معني ابو عبد المنعم ما تقولي. شهري كلم شهري عشان شهري سلم شهر لما وصلنا لاجمل شهر. بوجي ودم تم بوجي ودم تم لا 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 لا, لا. مبدأ تاريخ الوطنية أحمد عرابي على حصانه ويعرق شبابي في قمصانه. فوازير رمضان. صوما مقبولا وإفطارا شهيا.